اعرف منك برضو بعد اذنك كابتن، يعني يمكن احمد انت الشباب كتير بيشوفونا دلوقتي، الازمه الكبيره هي الدراسه واللعب، بتعمل ايه؟ والله بحاول اوفق ما بين الاثنين طبعا. لازم ازاي يعني؟ قول لي يومك كده ازاي؟ يعني اصحى افطر وكده، وبحاول اذاكر مثلا شويه عشان التمرين بيبقى بالليل، وارجع دروس ثانويه عامه برضو دلوقتي، فبحاول اوفق يعني ان شاء الله. طب وهو يعني في اوقات كان الكابتن بعد كورونا مرنكو صبح وبعد الظهر، يمكن كانت الدراسه ما رجعتش، ايوه. ولكن لو في الدراسه عندك تمرين صبح بعد الظهر اكيد بتحاول تعوض اللي يفوتك في المدرسه، بتعمل ايه يعني؟ اشرح للناس بالتفصيل. ايام الاجازه بقى ممكن نذاكر مثلا لو ما في دروس. بتخرجش؟ لا بصراحه ما فيش يعني صحاب؟ لا لا انا وقتي الفاضي بضيعه في اللعب. انا بس انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان في ناس بتتفرج علينا، خلي بالك انت قدوه لمجموعه كبيره من الشباب، انه لازم بدل ما اضيع وقتي طب ما اضيعه في حاجه مفيده. طب خليني ارجع لفنيات اللعبه، الامور انت مركزك ايه يا محمد؟ وينج وهاف. وينج وهاف. طيب يعني حصولك على احسن لاعب ده كان يعني المركز ده في العادي في الووتر بولو، عشان برضو الساده المشاهدين، المركز ده هل زي صانع العاب مثلا؟ هل زي لعيب سريع؟ مواصفاتك ايه كلاعب؟ الوينج سريع مثلا، والهاف هو اللي بيشوط ويخلص وكده يعني. انت جمعت بالاثنين يعني، هو يعني صانع العاب. فعلا هي قصه كلها زي ما بقول لحضرتك كده، هو شخصيه وصاحب قرار في الملعب ما شاء الله. فهو دايما الفنيين لما بيجي بيختاروا بيشوفوا بيبصوا في 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 مهارة اللاعب وحضور اللاعب وتغييره لسير المباراة. صحيح. فهو أحمد ده كان متميز فيها، في أوقات يعني بيطلع لي بحاجات كده بلاقي الدنيا اتشقلبت في الملعب. صحيح. فده يمكن دي مميزاته بصراحة يعني. طب قول يا كابتن، بالنسبة للاعبين يعني أنت عندك قوام الفرقة كام لاعب؟ في الملعب 6 وجون، والقوام 15 لاعب. في الماتش 15. 15 بيتسجلوا. هل الفريق ده في الماتش، انا بتكلم في القايمه كلها عندك اللي بيسجلوا في الاتحاد 15؟ 33 لاعب. عشان كده انا بقول ليه، انا بسال، انا عارف الارقام بس عايز الناس او الساده المشاهدين يبقوا عارفين. 33 لاعب اختار منهم 15 عشان يلعب منهم 6. يعني انا عايز اقول ليه بقول الارقام دي، عشان الصفوه واللي بيموت نفسه في التمرين واللي بيلاقي. صح ولا انا غلطان؟ دي حقيقه يعني، دي الرياضه، هتتعب هتلاقي يعني، هو فعلا من جد وجد، هتتعب وهتشتغل ربنا هيرضيك وهتاخد. صحيح. طب وانت في اختياراتك في اللعيبه بتختار على اساس ايه يا كابتن؟ يعني انت عندك 30 لعيب، ده رقم كبير، او حاجه و30 لعيب عشان تختار منهم 15، برضو عندك مشكله برضو اكيد يعني. طبعا ما يعني بوصل في مرحله، وطبعا احنا عندنا خلال الموسم بحاول اللي بيجتهد، انا عندي نمره واحد الالتزام، يعني الالتزام ده عندي مفروغ منه، هو ده ده لازم، انت ملتزم لازم غصب عني هراضيك، هبص عليك، هجيب عليك كده الناحيه الفنيه. هتنزل بقى الناحيه الفنيه طبعا، دي بقى اللي هي الماتشات الكريتيكال دي ما فيهاش بقى هزار. فطبعا بختار طبعا اللي جاهز بدنيا ونفسيا وكل حاجه بقى، يعني ببتدي اشوف اللاعب اللي هيقدر يديني في ماتش فاينل، لان هو طبعا بيبقى ضغوط جامده عليه طبعا، وهو لسه 17 سنه جامد جدا جدا جدا.